السلام، مرحبا بكم مرة أخرى. في الفيديو هذا باش نحكي على كي يبدأ عندك كونت في الأبورك، كونت فريلانسر. دونك تنجم تاجوتي نفس الدنيا، معناتها نفس الإيميل، نفس كل شيء. الكونت هذا تنجم تزيد يولي عندك رول آخر، اللي هو تولي كونت بتاعك كونت كليون، وإلا كونت أجنت، يعني سوسيتي بار إكزومبل، كي تبدأ عندك بواد ديفلوبمون ولا حاجة كيفاك. دونك هذا كونت بور لو مومون، كونت فريلانس، يعني أنت فريلانسر. كي تكليكي هنا تمشي للسيتينغز، كيف العادة باش يطلب منك المود باس كتيرا. دونك جاست ا مومنت سو دخلنا لهنا. اول ما تحب بعد العمل مشينا للسيتينغز وحاطين المود باس نتاعنا، اول سباس مشينا في لهنا في الكونتاكت انفورميشن. دونك تهبط شوية تلقى الاديشنال اكونتس. دونك كي باش تزيد كونت كليون، دونك تكليك لهنا نيو كلاينت اكونت. سيتاب يور بيلينغ، هذيك خطرة أمس عملت كونت كليان، جرب فيه تيست وكذا. دونك نجاوب، سو جاست ا مومنت. جيت رجعت بكم الكونت الاخر نتاع ال، عطيك بجبت هذي الكونت اللي تستي بيه في الفيديوهات نتاع اليوتيوب، خاطر عملت أمس كونت كليان كذا ما حبش يتعدى. دونك هتطالب ان نزيد ميثود بيموكس كذا. دونك كيما حكينا قبل شوي تمشي معناتها للسيتينغز وبعد كونتاكت ديريكت مو باش يجيك كونتاكت انفورميشن. تعطل شوي في الاديشنال اكونتس، تعمل لي كلاينت اكونت. دونك لهنا باش تسمي اسم باغ اكزامبل صافي، باغ اكزامبل ديف صالح ديف، سوا كريت كلاينت اكونت صالح ديف هاز بين كريتد. دونك ولا عندنا زوز هنا، عندنا هذا الكونت في لاس بتاعي وهذا الكونت كليون. دونك لهنا ليتس ستارت ويز سترونج هيد لاين و رايت هيد لاين فور يور بروجيكت. دونك ويلد اكسبانسيف وورد بريس سايتس، هذا اكزامبل برا معنا نكست. هذا جيست تعمرها بور لو مومون، بعد نبدلو فيهم فيها تنجم تاجوتي سكيل سيت اخرى بعد باش تولي تستعملها كي تحط جوب بوست. دونك فور اكزامبل هنا وورد بريس، اختار وورد بريس، اختار ويب سايت ديفلوب، نختار بي اتش بي فور اكزامبل. وورد بريس نجم نستعمل بي اتش بي، و كوميرس فور اكزامبل، لاندينغ بيج نو سبا بلاجينز فور وورد بريس. دونك نعمل نكست. دونك لهنا نستبعد the scope of your work. For example our work is medium websites. هاو جيت تعمرهم توا من بعد نجم تبدلهم كيما حكينا في توا. دونك 1 2 3 for example نحبو experts. دونك next budget من hourly rate for example نحطو من 10 25 ب next for example description تنجم تحط به. هذا جيست باش تحط مثلا هنا تستعمل بويلدر سباز وورد بريس سايت، وتحط ديسكريبسيون بتاع الجوب تاعك وهذا السكيلز اللي تحب عليهم، وتبدل معناتها في الاورلي ريت كثير بور لو مومون معناتها ما نستحقوش هذي. دونك نمشي للجوب تاعنا find and skin تاعنا تشكيل كثير. اوكي maybe later. سو لهنا كيما شفتوا لهنا الحكايه اللي عمرناها قبل شوي هيك سكيلز وتايتل اكسيتيرا، شنو هي اليوتيليتي نتاعها كي تبدا كليو معناتها نحكي لهنا مش فريلانس. دونك كليكي بوست جوب. دونك لهنا باش تختار فور اكزامبل شورت تيرم اور بارت تايم ورك ولا ديزاين اكسيتيرا اور ايديت ان اكزيستينغ درافت. معناتها اللي عملناه قبل شوي هي اكزيست هي درافت، معناتها تنجم تزيد حكايه اخرى. build responsive WordPress site هذه اللي عمرنا قبل شوي. continue for example. دونك كيما شفتوا هذه ال build responsive WordPress site لهنا باش تبوست الجوب تاعك. دونك تنجم تبدل التايتل تاعك فور اكزامبل
Expensive portfolio using WordPress. Okay, WordPress for example Elementor. دونك تحط الديسكريبسيون تاعك لهنا تاع الواحد. اوبس لازم على الاقل 50 حرف. اوكي نجم تعمل اتاتشمنت تاع مثلا دي فيشي دي زيماج زيب فايل دوكس بي دي اف، بعد فيها ديسكريبسيون اكثر ديتيلز على الويب سايت تاعك. سكيلز هنا ويب ديزاين هذا بيوت كاتيجوري تاعو. سكيلز نجم نبدلهم هنا فور اكزامبل نعاود معناتها نختار حتى حكاية أخرى، نخلي هذاك فور اكزامبل ونزيد نرد مثلا إليمنتر. إليمنتر نزيد نزيد فور اكزامبل يو اس سي او وورد بريس اي كوميرس اكسيتيرا. حسيت نعمل سيف. دونك زدت لي لي سكيلز زدتهم بار اكزامبل نحبو في اقل من شهر معناها ميديوم ما عندناش قلب شهر. دونك اوكي نحب اكسبيرت و اكسيتيرا بي سي اكسيتيرا مريقل كلهم مريقلين. سكين كيفاش اوبشنال هذه نجم نزيد ديك السيارة بار اكزامبل. دونك ديسكرايب يور ريسنت نعطيها بري ديفيني ولا تنجم تزيد رايت يور اون كوتش بليز اني انكلود لينك تو يور جيت هاب وات فريمورك هاف يو ورك ويز ديسكرايب يور ابروش تو تيستينج اند بروفينج كيف دي اك سيدرا ادفانسد بي انجلش. هذه معناتها اللي كنت نتذكر في كان يلقوا التاش نتاع مثلا جوب اوفر بوست كيما تشوف مثلا كي يقول لك مثلا لونجلي يكون فلوينت فور اكزامبل. هاي ديت 1 ويك 2 ويكس 1 مونث 1 تو 3 دايز اورز بير ويك. يعني هنا كيما تتذكر يقول لك نحب اكثر من 30 ساعه عباره فول تايم انا ولا ليس دان 30 اورز بير ويك. بي ممبر اوف بروفيشنالز نيد مور دان 1. دونك تختار كيما فور اكزامبل تختار تحب تصنع جروب تختار فور اكزامبل 5 فريلانسر سينو تحب فور اكزامبل واحد برك يخدم لك بورتفوليو وحدك هو تالنت تايب independent وبي اجنسي دونك فريلانسر واحد ولا سوسيتي مع تبع ديفلوبمون اكسترا لازم اختار independent. لوكيشن لوكيشن نختار تختار معناتها تحدد كما شفت في الشرط تاعو قال لك كيما حط الفلبين هكا دونك هنا مثلا فور اكزامبل نحب كان من تونيزيا. بي الجيريا فور اكزامبل موروكو. اوكي دونك الجيري ومروكو تونيزي بوست يور جوب اكسيتيرا. هذه بعد باش كاش بوست جوب في الابورك. دونك كل شيء ايزي ووريتكم تو كيفاش عملتوا ل مات كلاينت جديد اللي هو صالح ديف فور اكزامبل. هذه كونت كليون في نفس الوقت عندك كونت فريلانس. دونك باش تسويتشي بيناتهم دونك ديريكتومون تكليك هنا تكليك على مثلا هذا كونت فريلانسر دونك يرجع بك الكونت فريلانس. نفس الحكاية مرة أخرى في ال في settings كي تبدا عندك بواد ديفلوبمون زيادة تنجم تاجوتك اليوم بيا اجنسي اكونت. نفس الحكاية الاسم تاع الاجنسي تاعك next next اكسيتيرا. دونك هذه الحكاية تاع انك يبدا عندك كونت فريلانس تنجم تولي عندك كونت كليون او ميم طون. ليتيليتيم تاع الحكاية هذي شنيا معنتها باغ اكزومبل انت تبدا عندك انت فريلانسر وتبدا عندك بليزير تاش معناتها وليت تخدم بالبي في لابورك وعندك بليزير كل يوم ما تنجمش ما عندكش الوقت باش معناتها تلبي الطلبات نتاعهم الكل. دونك لهنا تولي تعمل كونت عندك كونت فريلانس في سوفت كونت كليون هكاش تعمل تولي تعمل كونت كليون واحد اخر. دونك جوب اللي تاخذها انت من عندك اليوم مثلا كليون ا تعاود تبوستيها معناتها تمشي للكونت كليون تاعك انت لهنا وتعمل بوست جوب وتحط باغ اكزومبل الخدمه هذيك قبلتها باغ اكزومبل ب 2000 دولار. دونك تعاود تبوستيها بار اكزومبل ب 1500 دولار تربح عندك 500 دولار و 1500 دولار تعطيه للفريلانسر اللي باش يخدم لك الخدمه هذيك. برشا عباد يعملك هكا معناها. دونك تولي بعد تقبل الخدمه عندك اليوم تاعك وتعطيه الكليون الفريلانسر تولي عباره ديزيام معناها كيما نقولوا احنا في تونس. دونك تعطيه الفريلانسر هذاك يخدمها وتولي انت تكونتروليها عباره انت هو الكليون تولي انت هو عباره صاحب الخدمه هذيك. وقت ما يكمل الكليون الفريلانسر يخدم الخدمه تاعك تاخذها من عنده تخلصوا وترجع الخدمة هذيك لل شو اسمه للكليون. دونك هكاك معناتها عبارة تخلص وتخلص من وين. دونك هذه اللي تيليتي نتاعها معناتها نفس الحكاية اجنس
اجنسي الشركه مثلا نفس حكايه، تعمل كونت اجنسي وتبدا عندك شركه، عندك اصحابك يخدموا معك جروب مع بعضكم. دونك هذه اللي تيجي تاع الاديشنال اكونت في الابورك، حاجه تحفونه مزيانه ويعطيهم الصحه على الحكايه هذه. يلا ان شاء الله تكونوا استفدتم مره اخرى وبسلامه.